نضال المرأة العربية دائما مشاهدين، وخاصة اليوم في اليوم العالمي للمرأة، تجدر الإضاءة على نضال المرأة كمؤثر وكمساهم وكمشارك بكل تفاصيل الحياة وتطوراتها. وتناضل المرأة العربية من أجل حقوقها في توجهات عدة، تحديات طبقية، فوارق اجتماعية واقتصادية، تمييز في النوع الاجتماعي. فكيف يصنف واقع المرأة العربية النضالية اليوم؟ وكيف نعزز دورها في كبرى القضايا؟ محاور نناقشها مع ناهد أبو طعيمة الإعلامية والناشطة الحقوقية والتي تطل علينا مباشرة من رام الله. صباح النور ست ناهد، وذكرى يوم رائع عليك، وأنت دائما في الصفوف الأولى لتنال المرأة العربية حقوقها في كل مكان. صباح الخير عليكي، وصباح الخير على كل نساء الكون. صباح الخير وكل النساء في العالم العربي بعافية. صباح الخير على كل النساء العاديات والبسيطات والرائعات بكل الميادين. صباح الخير وكل سنة وهم طيبين. ودعيني أبدأ من معايدتك ست ناهد، وصباحك على المرأة العادية. ماذا نعني بالمرأة العادية عندما نتحدث عن نضال المرأة في عصرنا؟ البعض يربط نضال المرأة العربية بالسياسة، بالعمل السياسي، بوجودها في الخط الأول أو ظهورها الإعلامي دائما، وهذا هو نضالها. ولكن ماذا عن نضال المرأة في الحياة اليومية؟ شكرا جزيلا لك على هاي الزاوية الاختيار، شكرا للبروديوسر. صباح الخير لهاي الزاوية اللي هالقد مهمة، بفكرة انه احنا دايما بنحط النساء العربيات كلهيتهم بسلة واحدة. النساء عندهم طلبات وعندهم اماني وعندهم نضالات مختلفة. النضالات سواء بدت من الفضاء العام بوجودهم وبمشاركتهم السياسية، وهذا حق اصيل لهم، او النضالات العادية حتى يمارسوا حقهم بالحياة، الحق بالحياة، الحق بينهم يختاروا شو ما بحبوا، يختاروا مين يتجوزوا وشو الفضاء اللي لازم يكون لهم. هاي النضالات مختلفة. يمكن لو حبينا نفكك مفهوم النضال مع النساء في العالم العربي، المفهوم هذا تبعنا واسع، بوسع الحياة، واسع من يوم ما بننولد وإحنا في نضالات على وجودنا، على مساحة صغيرة، على مساحة لنا في ظل هذا الكوكب اللي إحنا أكيد لأنه جنسنا نساء أحيانا كتير بتنفرض علينا نضالات من نوع آخر، نضالات أحيانا كتير من الاحتلالات، من النزاعات المسلحة والسياسية اللي بتحيط حوالينا. ويمكن هاي فرصة حتى نحيي كل النساء اللي بعيشوا في ظل النزاع في اليمن، في العراق، في سوريا، في كل العالم العربي، بفلسطين، من هذا الفضاء الكبير للفضاء الصغير. من يوم ما بننولد واحنا مطلوب منا ان احنا نناضل حتى نزيل كل اشكال التمييز، اشكال التمييز بانه احنا ناخذ نفس الاجر، اجور متساويه مثلنا مثل الرجل في المجتمع. حقنا بانه احنا نلبس شو ما بنحب، حقنا ان احنا نحب مين بنحب، حقنا ان احنا ناخذ وظائف بغض النظر عن جنسنا، مش مصنفه لانه امراه ممنوع تكون. هاي النضالات اللي احنا لنا سنوات وسنوات بنكافح من أجل إزالتها. هذا هو المفهوم الأوسع للنضال اللي في العوالم الأخرى بالعالم يمكن النساء بعشوش هذا النضال، يمكن بس العالم العربي بتلاقي نضالاتنا مركبة أحيانا كتير من الاحتلالات والأنظمة السياسية المستبدة، وأحيانا آخر من الواقع المجتمعي الصعب اللي بخلينا كل الوقت في حالة نضال دائم. تقارنين ما بين الاختلاف في الثقافة السائدة في الشرق الأوسط وفي الغرب فيما يخص نضالات المرأة ست ناهد، يعني كيف يجب أن نقاتل؟ هل يجب أن نقاتل أن ننزع حقوقنا بالنضال حتى يعني إيجاد هذه المقاربة والاختلافات؟ أخبرينا عنها أكثر. ببساطة شديدة صار لما النساء بالعالم الأنظمة السياسية حسمت المسائل في النضالات اللي احنا بنخوضها، الأنظمة السياسية الحكومات حسمتها، حتى قوانين تساوي ما بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، بالتالي كفلت إلى هاي الحقوق اللي احنا لليوم بنناضل على رفع الوصاية والولاية علينا بالزواج وبالطلاق وبالحضانة وبالنفقة وبكل الأشياء اللي أبسط حقوق الإنسان. الحكومات ساعدت وأعطت قوانين و ساعدت
سهلت هاي المسألة بالغرب، وبالتالي أصبح النضال على مستوى الجدارة، أنه أنا قديه جديرة بغض النظر بتقدم لوظيفة بأخذها لأنه أنا جديرة بهاي الوظيفة بغض النظر عن جنسي. في المجتمعات العربية إحنا مضطرين كل الوقت كل الوقت بتحسي أنه مكبلين بالقيود الاجتماعية بالمنظومة القيمية المختلفة. إحنا كل الوقت عنا موروث من قوانين أحوال شخصية عربية لسه بنناضل إحنا، هذا من حقنا وهذا مش من حقنا في أبسط الحقوق تبعتنا. بالتالي إحنا متمشكلين بإثبات الجدارة، متمشكلين بالمنظومة القيمية المحيطة فينا، متمشكلين بالقوانين اللي مش حامية، متمشكلين بالعنف، مستوى العنف اللي بيمارس في المجتمعات العربية سواء من الاحتلال اللي النساء بشكل أو بآخر هم جزء أصيل من أسباب الصمود ضد كل الاحتلالات المختلفة بأشكال مختلفة، وفي نفس الوقت مطلوب منا أن احنا نحارب داخل المجتمع حتى نغير هاي المنظومة. بالتالي إذا بنطلع على كل الأفخاخ اللي بتنصب لنا بنلاقينا كل الوقت في حالة نضال مستمر، نضال إذا بتفككي بتلاقي أنه كل الوقت النساء اللي بيعيشوا لحالهم وبدون أزواج وبضطروا انهم يشتغلوا الاب ويكونوا الاب والام، النساء اللي لازم تنزل على الشغل ولازم كل الوقت تنافس حتى تثبت جدارتها، مع انه الجداره يجب ان تكون محسومه في العالم العربي. لدينا تجارب ويمكن من الاول نهار وانتم بتحكوا كيف تجارب النساء العاديات، النساء اللي اعطوا قصص نجاح وكل يوم بالعالم العربي بالرياضه وبالاقتصاد وبالثقافه وبالعلوم وبالفيزياء وبكل المجالات بتشوفي نماذج رائعه ومشرفه النساء العربيات. تخيلي لو الأنظمة والحكومات أزالت كل أشكال وأنماط التمييز ضدنا وانصرف جزء كبير من هذا الوقت بس في أنه احنا نحقق هاي الجدارة. ولكن هنا ستناهد، يعني حتى كل ما حققته وما تنجزه بصورة يومية وعلى مدار الساعة، بداية بالأسماء اللامعة التي نعرفها والتي نفخر بها كثيرا، حتى أم طفل ضحية حرب وجدت نفسها هي الراعي والعائل والمسؤول عن عائلة وتقوم كل يوم بمسؤوليات عائلة كاملة بدون أن تنال ولا أي درجة من التقدير، وربما هي تنعت في كل يوم تخرج فيه لأداء عملها ولتعول عائلتها، تنعت بمختلف أنواع النعوت والصفات، وإذا تعرضت لأي نوع من أنواع المضايقة يكون أول سؤال هي امرأة ما الذي أخرجها من بيتها. لدينا حتى اليوم عالم تفكر ربما وتروج لهذا النوع من الأفكار. نضال المرأة العربية هو يومي وهو اجتماعي أيضا. لأي درجة يمكن أن تساهم القوانين في تغيير ما تربينا عليه؟ ستساهم مساهمة كبيرة. يمكن احنا هون قدام مستويين لازم العالم النساء بالعالم العربي يكونوا مؤمنين وقانعات بانه هذا هو اساس التغيير. المستوى الاول له علاقة بالمستوى، لازم نرفع اللهجة والصوت العالي باتجاه انه الحكومات ما عاد تكون اكثر جبن، لازم نجبرها أنها تكون شجاعة وتلغي كل أشكال التمييز في القوانين. لازم يكون عندنا قوانين أحوال شخصية ما تفصل بين الدين وبين الدولة. لازم يكون عندنا قوانين حامية، قوانين فيها الإنسان، قيمة الإنسان بغض النظر عن جنسه. هاي القوانين لازم تزال كل أشكال التمييز اللي موجودة فيها. الشعوب العربية أو الحكومات العربية بدها تأخذ قرار هي مع تأخير التنمية الدائمة والشاملة كل الوقت بأنه هي تعطل نص السكان، ولا هي معنية أنه تكون جزء أصيل من عملية التغيير ومن التنمية المستدامة. إحنا لازم نرفع الصوت في هذا المستوى ونقول أنه الحكومات العربية لازم تكون أكثر جرأة وتقتضي بالعالم وتعطي النساء كل الحقوق سواء بالقوانين أو بالتعميمات بالسياسات. مش كافي أنه تكون مع المرأة وترفع خطاب جيد وفي نفس الوقت فيش تقدير للقيمة اللي بتعملها النساء بتشتغل 25 ساعة في 24 ساعة. لازم يكون في تقدير. لو تخيل الحكومات بدها تعمل قيمة أو تقدير لكل الجهد اللي بتحطه النساء في الأسر ويصير هذا الجهد مثمن وجزء من الناتج القومي،
لازم يكون في رعاية نهارية، لازم يكون في خدمات تقدم للنساء اللي بيقدموا الدور الإيجابي. الحكومات بدها تعطي، بدها تصرف جزء كبير من الموازنة، بدل الموازنة اللي بتحطها الحكومات العربية لمناهضة العنف، وإحنا بنعرف إنه هذا بكلف كتير الدولة، لمناهضة العنف، بيوت للإيواء وتكلفته باهظة لمناهضة العنف، هذا المبلغ أو هاي التكلفة لازم تنحط باتجاه كيف ممكن نعطي فرص للنساء تشتغل أكثر، تكون في سوق العمل أكثر، وتقدر الدور الإنجابي والإنتاجي تبعها. المسألة الثانية صار له علاقة بالنساء، النساء كمان ما لازم كل الوقت نرجع لنقطة الصفر ونقول حق المرأة بالعمل، كل النعوت والتمييز اللي مورس عليه لازم كل هذا نتركه ورا ظهرنا، وكل الوقت نشوف بس النجاحات، نشوف الضوء اللي في آخر النفق باتجاه انه ما عاد كل الأشياء الصغيرة هاي لازم توقفنا، لازم نطلع قصص نجاح تبعتنا ونمشي أبعد من هيك. المجتمع مش رح كل الوقت نستجدي بأنه يعطينا الحقوق، المفروض أن احنا نوصل لمرحلة انتزاع هاي الحقوق، ما عاد أنه احنا نطلع على قصص الفشل، بس بدنا نشوف قصص النجاح في كل في يوم المرأة وفي كل أيام السنة الخاصة فينا. هذه الحقوق هل يجب أن توصل لأن تكون المرأة ريادية في الصف الأول أم في الصف الثاني ودورها المساند؟ خلينا نقول يعني اليوم صعوبات الحياة، صعوبات المعيشة، الصعوبات الاجتماعية، الأعمال المتراكمة على المرأة والتي تحدثتي حضرتك عنها تقلص حكما دور المرأة في الشؤون الأكبر وفي قضاياها أيضا تحديدا. هذا بقودنا سارة إلى مسألة العمل بالشكل المتوازي، فش فيها حدود. احنا بدنا نمكن النساء او العاديات زي ما قلنا تصنيف تفكيكنا لمسألة النضال، للنضال على كل المستويات، صح عنينا على البرلمانات العربية، عنينا على المشاركة السياسية، عنينا على الأحزاب السياسية اللي بتخذلنا كل الوقت واللي بتعطينا بتقول شيء وفي نفس الوقت في أقرب فرصة بتخوننا وبتطعننا من الظهر، عنينا على الأحزاب، عنينا على مناصبنا بالحكومات، وفي نفس الوقت عنينا على النساء العاديات اللي بيطلعوا الصبح بشقوا الطريق وبقابلوا ناس بميزوا اتجاههم وبتحرشوا فيهم وعندهم كل المحن، عنينا على كل المستويات. إذا بنكون بالمفهوم التاريخي اللي رفعناه في مسألة التمكين، مش بالضرورة كلنا بنكون بنشبه بعض، مش بالضرورة كلنا عندنا نفس التحديات، كل حدا فينا عنده تحدي على مستواه، التحدي انه احنا ناخد أجور نفس أجور الرجال، التحدي إنه إحنا نأخذ نفس الشغل، بدنا ندرس نفس التخصصات اللي بدرسوها، بدنا يكون عنا هذا الحق وإحنا بنختار هذا الحق، بدنا نروح على المدارس وعلى الجامعات وعلى الفضاءات العامة بغض النظر عن جنسنا، كل هاي الأشياء المفروض إنه كل الوقت عنا هذا التوازن بأنه كل الفضاءات مفتوحة لنا، كل الفضاءات في النضال الكبير مع الحكومات، النضال الكبير ما بعد الخريف العربي، النساء العربيات بدفعوا أثمان وبدفعوا ثمن كل الحروب والنزاعات اليوم بشكل أو بآخر هم بيدفعوها، بالتالي النضال اللي بقودوه النساء على أكثر من مستوى، وكل الوقت ما لازم نتمركز عند نقطة معينة انه احنا بدنا قوانين ونسيب التمكين الاقتصادي، اللي بيملك المال بيسيطر، إذا بنملك النساء فرص عمل أكثر، حد أدنى من الأجور وبنطالب بأنه الحكومة تراقب الناس اللي بعطوش بالعقود للنساء وللرجال نفس عقود العمل، كل المستويات هاي لازم كل الوقت نضل بعينين ثاقبة وبزاوية منفرجة إلى كل هاي المسائل. القوانين بدها تكون حازمة وفي نفس الوقت في تشجيع على أنه النساء يكونوا في فرص العمل، الحكومات بدهاش تكون جبانة، بدها تاخد قرار بأنه النساء نص السكان بالتالي لازم يكون عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. طيب ماذا عن ما تتعرض له بالمقابل، يعني قدرة المرأة على تحريك الرأي العام وعلى إحداث التغيير يجعلها أيضا عرضة للضغوط والتهديد، هل ترين هذا صحيحا أم هي كأنها صناعة وهم لإضعافها؟ مش صناعة وهم، هذا يعني إذا بتنزلي على الشارع سارة وأكيد أنت جزء أصيل من العمل الميداني والمجتمعي، إذا بتنزلي بتسمعي قصص النساء، في كل قصة من قصص النساء بتشوفي حقيقة
بتشوف الست اللي مش بقدر بقبلش يأجرها حدا لأنه هي مش مطلقة، امرأة مطلقة، بتشوفي إنه في تمييز أحيانا، النساء اللي بيشتغلوا برواتب أقل، بتشوفي التحرش، بتشوفي القوانين الغايبة، بتشوفي العنف الممارس على النساء. هي مش كذبة، هي مش وهم، هذا حقيقة بيعيشوا النساء في العالم العربي على مستويات مختلفة. إجا الوقت اللي إحنا واللي إحنا بكل يوم بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، كل القصص اللي أعطت النساء فرص إنه عبروا عن حال أكثر موجود. هذا مش ادعاء ومش وهم، هذا جزء أصيل من حياتنا. المجتمع وثقافة المجتمع والقوانين بتيجي تكبل، والحكومة اللي بتعطينا ظهرنا بشكل أو بآخر، الأولويات اللي بتختارها الحكومات أحيانا، ال 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 ما يزرع اللي بنزرعه على الأرض أحيانا، المؤسسات الدولية اللي أحيانا بتحط أجندات لا تناسب المرأة العربية وهي مش جزء أصيل من أجندتها الوطنية. أحيانا كتير اللي بكون بفلسطين النساء بتقول البعد الوطني أهم من البعد الاجتماعي، وتغيب 30 سنة وتلاقي حالها بعد 30 سنة من وجود السلطة هي واقفة عند نفس المحل. الأولويات، وأحيانا مين بيقترح هاي الأولويات؟ النساء اللي أحيانا، الحركة النسوية العربية اللي أحيانا بتتعثر من أنه هي بتكون قريبة من النظام السياسي، وبالتالي بتكونش نضالاتها قوية وبتخبط على الطاولة وبتقول هذا جزء أصيل من حقوق النساء. كل هاي المعضلات الحقيقية هي اللي بتخلي بشكل أو بآخر أنه إحنا عنا هذا الارتباك. نعم. قطعة فسيفساء مختلفة لكنها أصيلة. نعم. ست ناهد، لدي دقيقة، اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ما هي رسالتك للمرأة وللمجتمع؟ مهم كتير انه احنا نطلع، احيانا كتير من كتر ما احنا بنشوف وبنتألم ما نطلعش على المكتسبات اللي اكتسبناها. مهم كتير نطلع على حالنا. في يوم المرأة هاي يوم معمول لكشف حساب، كشف حساب للحكومات وكشف حساب للمجتمع وكشف حساب للكل، واهم شيء كشف حساب لحالنا. نطلع على حالنا كتير احنا كنساء، احنا عملنا مكتسبات يمكن لازم نفرح فيها، احنا استقلينا ببيوت وبنربي احسن اولاد وبنات في المجتمع، بنربيهم بانه البنات والولاد هم نفس الشيء. كل الغبن اللي بصير فينا احنا كلنا بنتحمل مسؤوليته مع بعض. الرجال عندهم مسؤوليات خطيره، عندهم احلى شيء بهذا الكون كمان ممكن تكونوا جزء من المشكله زي ما انتم جزء من الحل. لا يمكن تستقيم الحياه الا اذا بنحل مشاكلنا مع بعض، يعني انتم مش راح تكونوا مبسوطين الا اذا بكونوا النساء مبسوطين. كل عام حضرتك وجميع النساء في كل مكان في العالم وخاصة في عالمنا العربي في ظروف أحسن وفي حقوق أكثر وفي نيل يعني حقوق وتمكين. شكرا جزيلا لك ناهد أبو طعيم، الإعلامية والناشطة الحقوقية، كنت معنا مباشرة من رام الله. شكرا لك.